اهلا وسهلا بالجميع. مرضاء الله برضاء الوالدين، مطعم ولد الحومه. بصراحه هذه الاسماء اللي تعجبني انا خاصه، واللي نحبذ انها تكون موجوده في المطعم نتاعنا، لانها تعطي الطابع الخاص للمطعم التونسي وللاكله التونسيه. انا باش نحاول ندخل المطعم هذا ونشوف ترى اسكو الاسم على المحتوى والكونسيبت اللي قدم فيه والا لا. قبل كل شيء نشكرك سي على السماح لينا باش نصوروا بحذاك هنا في ريستو نتاعك. انا عجبني الاسم بصراحه، والله اخترت ولد حومه خاطرني من حومه، معناها هذاك جاء الفكره. قلت اي غنور ماك ولد درشنيه، ولد دمي، ولد بابا، ولد درشنيه، قلت لك ولد الحومه اخف ومحميه معناها. باهي احنا نتحدثوا والمدام جابت لنا الماكله وتبارك الله سي غسان تو يمدهم لنا انا على المباشر. هذا ويحكي لنا شنو هذا ساعه؟ هذا الروز جربي، هذا الروز جربي ستيك دو دانت، وهذه الكسكسي علوش فيهم معاهم سلاطه خضراء وكعبتين بريك سويبع. سي حامه السلاطه والبريك السويبع واضح. دونك الرز الجربي معروف على الجربه صحيح. اسكو اللي تخدم فيه جربيه؟ الجربي 100% ما فيهش شبت والكزبر والنعناع الحي نخدموا بيه والستيك دو دانت. ايه والكسكسي، الكسكسي نتاعنا هذاك ما يتبدلش. الكسكسي نتاعنا اللي هو حم علوش بطبيعه الحال اكيد. الخضره شنو اللي تحطوا فيه في الخضره؟ الخضره والله الاكثريه احنا الخضره الموجوده على الغلي اللي موجود توا، ما نعرفش ما نثقلوش على الكليونات هاوكا، نحطوا الخضره اللي موجوده هي اللي بصل البطاطا الحمص القرعه كان لقينا معناها القرعه الاحمر رخيص باش ما نرزنوش ديما على رواحنا وعلى الكليون. الاكثريه نحن نعملوه بالدجاج علوش قرنيت كلامار فارسي كل مره كيفاش احنا والطلب نتاع الكليونات اللي ساعات يكلموني عباد يقولوا لي مثلا عندنا ضيف جايين باش يحبوا على كسكسي كلام الفرسيه وكنا مطيب لهم كلام الفرسيه لهم هما ومن يطيبوا لي كليوني زاد لهنا عندي لدي القلايه. ميرسي مدام يعطيك صحه. دونك هذه القلايه علوش، القلايه علوش فهمني هذوما ديما راهو المينو جوغ عندي ديما سربيه بالسلاطه والبيكسون. التوقيت نتاع العمل نتاعكم صباح من الصباح نص الليل؟ الصباح نص الليل نص الليل كامل ايام الاسبوع ولا عندكم راحه كامل ايام نخدموا حتى شي للسبت؟ للسبت باش الناس كلها نرتاحوا هاكا ونفرغوا شويه. الاسواب نتاع واحنا ميم تو نستقبلوا البريك السوابع والصحن السلاطه اللي نجم يكون موجودين هذول الاثنين معاه الروز مع الكسي مع حتى مع القلايه مع القلايه كل شيء. باهي المينيجور تاك سوا البلاي برينسيبال يكون كسي ولا روز ولا قلايه ولا حاجه اخرى قداش سمو ولا يختلف من بلاصه لبلاصه؟ الروز جربي 12، القلايه علوش 15، الكسي علوش انا والحم قد شريته طبعا معناها ما توا زاد عليه ولا 39 رديت ب 15 كان قبل 13 14 كل مره نلعب انا ولا سوايع معناها. دوك هذا ولد الحومه موجود بالضبط وين بالضبط؟ في المنزة سيس. منزة سيس. منزة سيس وين الفلوريست. مقابل الفلوريست. مقابل الفلوريست. مقابل الفلوريست. معناها ثم اللي يجي مزروب ثم اللي ما عندوش 15 دينار باش يشوف. هي وعندنا صحن تونسي صحن كافي يجي ل
العجاج بنواعهم المقارن عندنا بنواعهم البلونش الروج الغوزي بنواعها زاده عندنا البلاس كلو بلا كبده مرقاز هذه العج عجه مرقاز هذه عجه مرقاز 9500 فرنك عجه مرقاز كتزوز من الناس وحويجات اخرين تونسيه. نحن اليوم هذه دورتنا ودوليشتنا في ولد الحومه، ولد الحومه ان شاء الله لي ريستورون الكل يحاولوا انهم يختاروا اسماء تونسيه، اللي مع الفكره ماذا بيا يعطيني رايه، واللي ضد الفكره ماذا بيا يعطينا علاش لا. انا ما بقالي كان نودعكم، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. بطبيعة الحال الكلمة الشهيرة اللي بعض الأحيان ثم ناس قلقهم مش برشا ما قليل كي نقول ما رضا الله إلا في رضا الوالدين. خويا غسان كمان يعطيك الصحة، إلى اللقاء.